السلام عليكم، واش راكم البنات؟ نتمنى تكونوا كامل كامل تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في لا ميزون دو مايا. حبيت نشكر المشتركات الجدد اللي انضموا لينا، اهلا وسهلا بكم في قناتكم. اكيد اهلا وسهلا. حبيت نرحب ثاني المشتركات القدم الاوفياء، اهلا وسهلا بكم، ونتمنى ان كامل تستفادوا، كوسوسوا المشتركات الجداد القدم كامل تستفادوا من الوصفات اللي ندير فيهم. واي حاجه اي استفسار حابين يعني حابين تسالوني، والله تقدروا تخلوا لي في لي كومونتير هنا في اليوتيوب. ديجا راني مفعل الميزه تاع التعليقات، صافي نورمال تكتبوا لي، واهلا وسهلا بكم. اليوم حضرت لكم الثوم غبرة بودغ، تقدر تخبيه نورمال، تخدمي به لا مارينا تاع الحوت ولا الشاور، ما يجي بزاف عايل ويجي لو كو تاعو يعني كيف قاصح بارابور للثوم فري، يعني الثوم العادي بزاف هايل، ويعني تخدميه في الدار نورمال ومضمون. وهنا نبداو بسم الله. اول حاجه شوفوا عندي الثوم هنا، لازم يكون الثوم هذا يعني يكون يعني ناشف، هاك ما يكونش هذاك الثوم الاخضر اللي ما عارفين، يعني يكون موسمي. هذا الثوم هو اللي يصلح كما راكم تشوفوا. انا عندي الثوم الاحمر هذا، يعني فصصته ونقيت الثوم هذا وخليت الثوم هنا. شوفوا البنات، تخلوه مده 4 ايام، تخلوه 4 ايام يعني هو في مثلا في سنيوة ومخليتيه هاك الهواء حتى الماء تاعو كامل ينشف شوية، يضمروا هذوك الحبات تاع الثوم هكذا بهذه الطريقة. وهنا بعد ما ضمروا لي وصاي، الحاجة الثانية انكم تحطي يعني مثلا في سنيوة هذيك حطي بابي والله يعني باهي يبصغ به هذاك الماء تاع الثوم تاعك بهذه الطريقه. شوفوا يعني ميم راه يتبدل اللون تاعو، مي خلي 4 جوغ برك، ما تزيدلوش اكثر هكذا. هذه هي الطريقه، نتمنى انكم تتبعوني برك في الطريقه كيف راح تنجحوا فيها مليون بالمية. وهنا بعد ما خليته ابري 4 جوغ، هنا جبت الرحيوه تاعي هكذا، ونرحي هذو الفصوص تاع الثوم. هنا نحاول اني ندششهم برك الثوم هذا، صافي ما ترحيش يعني كومان بيوري، ولا دشيه برك بهذه الطريقه، لانك اذا رحيتيه بزاف يجيك يعني معجن ما تصلحلكش كامل، يعني النتيجه تاعك تخرج لك ما يعني مش اللي هذه النتيجه راك تحوسي عليها. هنا شوفوا بهذه الطريقه، هنا نحاول اني نفرغ هذا الثوم كامل. اذا كان عندك سنيوه، عندك بلا، عندك حاجه يعني حابه تفرشي فيها هذا الثوم، فرشي فيها نورمال، حاولي انك تبسطيه كامل. هنا استعملت البلا تاع الفور، هو احسن حاجه البلا تاع الفور، يعني يجيك كبير او ميم طو، يعني تحاولي انك الثوم تاعك كامل تفرشي فيها، وحاولي ما تخليش كامل يعني كره واحده، حاولي توزعيه، تحاولي توزعيه في البلا تاعك، لانه اذا خليتي يعني كره واحده في البلاط تاعك راح ينشف لك بهذيك الطريقه، ويعني يجيك معجن ما يصلحلكش كامل. هنا نخليكم كيما هاك، حاولي انك تبسطيه كامل في البلاط تاعك. سمحوا لي البنات طولت عليكم بالشرح، لانه حابه يعني نوريكم لي زيتاب كامل باه تنجحوا فيها، يعني ما نبخل عليكم حتى معلوم. ما هكذا بهذه الطريقه، وهنا نروح لطريقة التجفيف تاعو. الحاجة الأولى أنك يعني يلزم أنه تجفيه في الظل، ما تجفيش كامل في الشمس، لأنه راح يفزد لك يعني يتبدل اللون تاعو إذا جففتيه في الشمس. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، حاولي أنك تحطيه برك في لاكويزين ولا حاجة بلاصة تكون يعني ما تقيسهاش كامل الشمس، ومرة على مرة يعني حطيتي نهار الأول حاولي أنك تحركيه، مام يكون نادي شوية حاولي أنك تحركيه باه ما يلصقلكش كامل في البلاط تاعك، ويعني يعني تجيك صعوبة من الآخر كي تحبي تنحيه. والله تخليه مدة نهارين 3 أيام أو ماكسيموم، راه راح تحسي بيه ديجا ونشفلك باه تعرفي بلا نشفلك وكامل. حاولي انك تهزي كمية من الثوم تاعك، وتتحاولي انك يعني ديري هذه الطريقة، تسمعي يعني الصوت على الثوم هذاك صاي سي بون، راه ديجا وجد. وهنا يلزمني نرحيه،
وهنا قبل ما نرحي البنات نصيحة نمدها لكم، إذا كنتوا في فصل الصيف هكي ديجا راك تحطيه مثلا في لاكويزين والله، وإذا كنتوا في فصل الشتاء يعني يكون الجو ديجا بارد كامل، حطي البلات تاعك تحت البوال. انا جربت، شوفوا البنات جربتها في الصيف وجربتها في الشتاء. في الصيف حطيته تحت البوال ونجحت لي الطريقه، وما في الصيف حطيته في يعني في لاكويزين نورمال ونجحت لي. انا حبيت ننصحكم برك بهذه الطريقه. وهنا عندي رحايه تاع قهوه ولا ليزي بيس ولا هاني رحيت فيها، حاولي انك ترحيها بيان صافي حتى يعود لك غبره رقيقه كامل. ها شوفوا بهذه الطريقه، وهنا ديجا وجد عندنا. هنا نمد لكم الاستعمالات تاع الثوم الغبره والبودغ والله. الاستعمالات تاعو شوفوا هايل هايل يا البنات، ما تامنوش كيفاه. الحاجه الاولى ان تستعمليه في الشاورما، في التتبيله تاع الشاورما، تستعمليه في لاماغينات تاع الحوت، تستعمليه في الدجاج كامل كامل. هذو الامورات كامل اللي يجي فيهم هايل هايل، خير ما تشاتش على برا. هنا او ما تكون حاجه يعني تكون جديده، حاجه فري وجديده. والحاجه الثانيه تكون يعني خدمتيها بيدك وعارفه كيفاه، ومام يبقى جديد. طريقه التخزين تاعو ديريه في ساشي. انا صراحه انا نعطيكم الطريقه تاعي وانتم شوفوا كيفاه تتخزنوه. ديريه في ساشي وحطيه، قلت لك ديريه في ساشي، وهذيك الساشي حاولي انك تغلقيها بيان وتحطيها في بلاره، وديك البلاره تحطيها في الفيجيتار. هذه انسب طريقه، ويبقى لك يعني يبقى لوغو تاعو نفسه ومام الريحه نفسها يعني ما تبدلش كامل. هذه الطريقه الانسب. تحبي تحطيها في بلاره تحطيها في بلاصه يعني وراك حاطه لي زيبيس رايك، ما يطولش يعني لوغو تاعو. كل واحد والطريقه تاعو. وهنا البنات انا نخليكم دركا فرجه ممتعه للجميع، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الطريقه، واللي جربتها ولا تكتب لي في الكومنتير اهلا وسهلا بكم كامل. وما نخليكم دركا في فيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامه.